السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات. اليوم ان شاء الله غنشوفوا درس ديال النسبة مع النماذج من الامتحانات السابقة. قبل ما نبداو كنتمنى اي واحد جديد يشترك ويفعل الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلوا الجديد، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاخوان ديالكم باش تعم الفائدة ان شاء الله. واللي عنده دائما شي تساؤل يديرنا في التعليق وغادي نجاوبوه ان شاء الله. اذا بالنسبه للدرس ديال النسبه هي الحاق، هي واحد الالحاق اخر الاسم بياء مشدده مكسور ما قبلها لتدل على ان شيئا نسب الى ذلك الاسم. يعني اشنا هي النسبه؟ هي كنضيفو كنلحقو واحد الياء بأي اسم كنلحقو به واحد الياء مشددة وكنديرو مكسور ما قبلها، يعني كتكون الكسر ديال الحرف الذي قبل هاد الياء، وهاد الياء وتسمى هذه الياء ياء النسبة. يعني أن هاد الياء اللي كنضيفو كتسمى ياء النسبة. وكيف ما كتشوفو يعني راه مازال ما يعني ما كملش الدرس، يعني كومبلي ونكتبو يعني بواحد الطريقة اللي تكون يعني مرتبة وداكشي، ولكن ماشي مشكل. بما ان المباراه يعني قربت فراه غادي نحاول نتقاسم معكم هاد الشيء اللي الخص، وغادي نحط لكم واحد جوج جداول يعني هنا في القناه غادي نحطهم لكم في المنتدى باش هما فيهم الشرح اكثر. حنا الهدف نشرحوا هاد الاسماء المنسوبه، وبعد ذلك يعني غادي نحط الجدول اللي فيه تلخيص مدقق في القناه. اذا هاد الاسماء المنسوبه هذه بعض الاسماء اللي عندها قاعده خاصه حسب النوع ديالها، هو الاسم المختوم بتاء التانيث، ثم الاسم الثلاثي مكسور العين، ثم الاسم على وزن فاعله وفعيله، ثم الاسم المقصور، ثم الاسم المنقوص الممدود، ثم النسبه الى المثنى والجمع، ثم عندنا النسبة إلى المركب الإضافي المزجي الإسنادي. إذن أول الاسم اللي غنشوفه هي الاسم المختوم بتاء التأنيث. عندنا هنايا جوج أمثلة، شجرة، يعني شنو كنديرو؟ كنحيدو فقط التاء وكنضيفو ياء مشددة وكسر ما قبلها. حضارة نفس الشيء، حضاري، شجري. هذا هو القاعدة ديال الأسماء المختومة بتاء التأنيث. ثم ثاني هو الأسماء الاسم ولا الأسماء الاسم الثلاثي مكسور العين اللي تيكون على وزن فاعل. يعني عندنا العين هنا كنقصدو عين الفعل، يعني الحرف الثاني. هنا الحرف الثاني هو فاش كاين الكسرة، يعني مكسور، يعني فيه الكسرة في الحرف الثاني اللي هو العين ديال الفعل. هنايا مالك نميرو، ملي هذا ملي كنضيفو عليه يعني الياء النسبة اشنو كيوقع عليه؟ يعني الاسم الثلاثي مكسور العين يعني بفتح عينه، يعني ملي كنضيفو عليه الياء ديال النسبة اشنو كيوقع؟ كيولي العين ديالو مفتوحة، يعني كتكون فيها الفتحة. في الأول قبل ما نضيفو عليه الياء كانت فيها الكسرة، من بعد ملي كنضيفو الياء بحال هنا مالك مالا مالكي، يعني هذه هي القاعدة. ونفس الشيء هنا ناماري، يعني هنا من بعد ما كان نامي ولات هنا ناماري. هذه هي القاعدة ديال الأسماء يعني الاسم الثلاثي المكسور العين، هو أن الكسرة كتحول كتولي فتحة ملي كنضيفو ليه يعني الياء ديال النسبة. ثم عندنا على وزن فاعله وفعيله، يعني الاسم على وزن فاعله وفعيله. عندنا هنايا خمسه ديال الامثله، عندنا صحيفه، عندنا طبيعه، عندنا جهينه، عندنا حقيقه، وعندنا طويله. هنايا ملي غنجيو الصحيفه هنا شنو كيوقع؟ شنو وقع باش ملي ضفنا عليها الياء ديال النسبة؟ يعني أن حذفت التاء والياء، حيدنا هاد الياء وهاد التاء، و
وفتحت العين، يعني أصبحت هنا العين يعني فيها فتحة. نفس الشيء بالنسبة للطبيعة، يعني كنحيدوا الياء هاد الياء وكنحيدوا هاد التاء، وكيولي هاد الباء اللي هو العين، العين ديال سميتو، يعني كتولي مفتوحة، طابا عيون. هذا بالنسبة لهاد الزوج ديال الأمثلة. ثم بالنسبة للمثال ديال حقيقة، يعني نسالي وهذا ديال فاعلة، عاد نرجعوا للفعيلة. يعني هنا حقيقة إلا جينا نطبقوا عليها هذه القاعدة خصنا نحيدوا الياء والتاء. هذا الشيء اللي كتقول القاعدة، ولكن هنايا كاين واحد الإشكال، هو أنه إلا حيدنا هنايا الياء أش غادي تبقى عندنا؟ غادي يتلقاو لينا جوج حروف اللي هو اللي هما متشابهين، حرف القاف مع حرف القاف هنايا. يعني هذا هو السبب علاش ما تحيدتش حقيقي، يعني بقات هاد الياء هنايا، يعني هنايا هاد الياء ما تحيدتش. مني هاد الياء ما كتحيدش في هاد القاعدة ملي كتكون ما بين جوج حروف متشابهة، هذه هي علاش بقات لنا الياء هنايا. يعني بقيت الياء على حالها وحذفت التاء، ثم يعني زدنا الياء مشددة وكسر ما قبلها. هنايا بالنسبة طويلة، هنايا عندنا قبل من الياء عندنا حرف علة، يعني الواو حرف علة، هذا هو السبب علاش بقات الياء، يعني ما حيدناش. كون جينا نطبقوا القاعدة اللي درنا هنا خاص تحيد الياء وتحيد التاء، هذا هو علاش بقات دابا هنايا ولا عندنا طويليون. يعني هنايا بقات عندنا هنا الياء ودرنا الياء مشددة ديال النسبة وكسر ما قبلها. يعني هذا بالنسبة لهاد الربعة. ثم بالنسبة للفعيلة، المثال هنا جهينة، نفس الشيء، يعني كنحيدوا الياء وكنحيدوا التاء، حذفت الياء والتاء وأضيفت، وهنا ضفنا الياء مشددة وكسرنا ما قبلها. هذا بالنسبة للفعيلة. يعني إلا لاحظتوا هنايا بالنسبة للفعيلة ما كيكونش عندنا هذا الشرط ديال الفتح، يعني ما عندناش هنايا الشرط ديال الفتح، يعني فتح العين، هاد فتح العين ما كاينش عندنا فعيلة. ندوزو للأسماء المقصورة. هنا بالنسبة للأسماء المقصورة عندنا ثلاثي وعندنا الرباعي وعندنا فوق الرباعي، بحال هنا عندنا عصا عصوي، عندنا كندا كندي، معنى. وهادو غادي نحط لكم يعني الصورة في القناة، يعني في المنتدى اللي فيها التفصيل ديال هادو، بحكم يعني ما كملتش يعني القواعد ديالهم كاملين. مرتضى مرتضي، هنايا معنى، هنايا راه هادو بجوج صحاح، معنى نقدر نقولوا معني ولا معنوي، لان هاد الالف يعني كتقلب الواو وكنضيفوا ياء مشدده. نفس بالنسبه للاسماء المنقوصه نفس الشيء ايضا، يعني راه غادي نحط لكم الشرح ديالهم في جوج جداول غنحطهم لكم في القناه باش تشوفوا جميع الحالات اللي عندنا هنايا. بالنسبه للاسم الممدود إنشائي، يعني هنايا بقات هاد الهمزة، يعني ملي كتكون أصلية كتبقى، بحال هنايا صفراء، هنايا ماشي أصلية، صفراوي، يعني هنايا مشات وتقلبت لنا الواو وزنا الياء ديال النسبة. هنايا عاوتاني رجاء، هنايا يمكن نديرو رجائي وممكن نديرو رجاوي. هنا عاوتاني إجراء نفس الشيء. ثم بالنسبة للمثنى والجمع، يعني لأنه ما كتبش يعني كل واحد يعني والحالات ديالو، فراه غادي نحط لكم الجدول في المنتدى يعني باش تشوفوه. ثم عندنا هنايا بالنسبة للمثنى قمران قمري، نجوم نجمي، وعندنا الاسماء المركبه، يعني هاد الاسماء المركبه يعني كتكون فيه الجزء الاول والجزء الثاني، تتلقى في بعض الحالات يعني
كنسبوه للجزء الأول، وفي بعض الحالات كنسبوه للجزء الثاني، بحال هنايا أبو بكر بكري، يعني نسبناه إلى الجزء الثاني. ثم بالنسبة لبدر الدين، يعني هنايا نسبناه إلى الجزء الأول بدري. ثم هنايا عندنا بعلبك، بعلبك هي واحد المدينة في لبنان، يعني هنايا حيدنا بعلي، يعني أنه نسبناه للجزء الأول. ثم هنايا جاد الحق، هنا عاوتاني نسبنا الجزء الأول جادي. ثم نور الدين، يعني نسبنا الجزء الأول نوري. ثم ابن طالب، هنا نسبناه الجزء الثاني. ومن غادي نحط لكم الجدول هو راه فيه التفصيل. ثم بالنسبة للأسماء المختومة بالياء المشددة، عندنا هنايا حي ط طيون. القاعدة شنو كتقول بالنسبة اللي كيكون مختوم بالياء مشددة؟ هنا عندنا جوج ديال الياءات، هنا عندنا قال لك ردت الياء الأولى، يعني أن هنا عندنا جوج، يعني الياء الأولى إلى أصلها، يعني خصنا نرجعها للأصل ديالها، أما واو أو لا الياء. وقلبت الثانية واوا، والثانية بالضرورة خصنا نقلبوها للواو. فقلت حيوي طوي. نجيو لهنايا، هنايا بالنسبه للياء الاولانيه راه الاصل ديالها هنايا بالنسبه للحيون راه هي الياء، داكشي علاش بقات هنايا، والثانيه بالضروره هنايا نقلبوها تولي واو، وهنايا الاولانيه الاصل ديالها واو، والثانيه راه قلبناها ولات لينا واو. هذه هي القاعده ديال الاسماء اللي مختومه بالياء المشدده. وهكذا كنكونوا يعني وصلنا للخر ديال الشرح ديال الدرس. ملي غندوزو دابا ان شاء الله النماذج ديال الامتحانات باش تفهموا اكثر، والا كان اي سهو او لا شي خطا يعني فتقبلوه منا، لانه هذا الفيديو ما عاودش نصوره حتى نهار الاثنين في العشيه، يعني حيت مازال ما كملتوش كاملو، يعني باش نكتبو بديك الطريقه يكون منظم مع القواعد ديالو. ولكن نظرا يعني للقرب ديال الامتحان، يعني واحد مجموعه من الاخوان والاخوات تواصلوا معايا على اساس باش نقادو اليوم ان شاء الله. ودابا ندوزو ان شاء الله للنماذج ديال الامتحانات السابقه. بالنسبه للنموذج الاول عندنا من الامتحان ديال 2014، السؤال رقم 11 قال لك ضع ولا ضعي علامه داخل الخانه المقابله للجواب للنسبه الصحيحه لكلمه حضرموت فيما ياتي. هاد حضرموت هي واحد المحافظه في اليمن، او لا حنايا كما كنقولوا الجهه. عندنا أربعة ديال الإجابات، حضرموتي، ثم حضراتي، ثم حضرمي، ثم حضري. بالنسبة لهذا السؤال كاين البعض اللي غيلقى في بعض المراجع يعني هذه هي الإجابة صحيحة، يعني حضري. ثم ولكن الإجابة اللي صحيحة هي حضرمي، يعني الإجابة ذال ثلاثة، يعني الإجابة اللي صحيحة هي ثلاثة. او دابا ندوزو الامتحان الموالي. النموذج الثاني عندنا من الامتحان ديال 2017، السؤال 6 قال لك ضع ولا ضعي علامه داخل الخانه المقابله للجواب الصحيح للمنسوب الى كلمه بديهه فيما يلي. هنايا بديهه، يعني خصنا نتفكروا القواعد اللي قلنا. بديهه هنايا عندنا على وزن فعيلة. اشنو كنقولو فعيلة؟ قلنا بانها كنحيدو الياء، يعني حذفت الياء التاء والياء وفتحت العين، يعني كنحيدو الياء والتاء وكنفتحو العين. لان هنايا في هذا السؤال يعني راه كيسولني بزاف ديال الاخوان والاخوات ما كيفهموش. عندنا هنايا الاغلبيه كيدير با دي هيون، هذه اللي كيديروا الاغلبيه، ولكن الا طبقنا القاعده فراه الاجابه الصحيحه غادي تكون عندنا هي تكون عندنا على الصيغه، يعني الاجابه اللي تكون صحيحه عندنا هي بدا هي. علاش؟ لانه الا جينا لهادي غنحيدو الياء وغادي نحيدو التاء، لان هنايا ما عندناش حرف عله قبل، وما عندناش جوج حروف يعني متشابهين بين الياء،
يعني جات الياء بيناتهم هنايا، يعني راه يمكن نحيدو الياء ونحيدو التاء ونضيفو ياء مشددة مع فتح عين هاد الكلمة هنايا. بدا هيون، هذه هي اللي صحيحة. نزيد نوضح مزيان، بما ان هنايا غنحيدو الياء وغادي نحيدو التاء وغنضيفو الياء مشددة، ولكن خصنا نديرو الفتح العين، يعني فين هو العين هنايا؟ هو الدال. الا جينا لهنايا الدال غادي نلقاو بان اللي فيها الفتحه هنايا في هادو هي هادي ب د د، ها هي عندنا الفتح ديال العين، يعني هذه هي الاجابه الصحيحه وهذا هو التعليل، لان الاغلبيه كيدير الف. يعني كنتمنى ان هاد الشرح يكون واضح، واخا الدرس يعني ما قديتوش يعني بالطريقه اللي مولف كان قد بيه يعني الدروس، يعني نظرا للقرب ديال الامتحان، ولكن الشرح ديال هذا السؤال لانه يعني كيجيني بزاف، يعني بزاف ديال الاخوان يعني كيرسلوه ليا، هذا هو الشرح ديالو. هنايا كنحيدو الياء كنحيدو التاء او كنديرو يعني فتح العين ثم ياء مشدده وكسر ما قبلها. ندوزو دابا للامتحان الموالي. بالنسبه لهذا الامتحان ديال 2018 فالسؤال اللي متعلق بالدرس ديال النسبه كان في السؤال رقم 10، قال لك ضع ولا ضعي علامه في الخانه المقابله للمنسوب الصحيح الى الكلمه الصحافه فيما يلي. هذه راه الصحافه، لان بعض الاخوان كيتواصلوا معايا وكيكون عندهم بعض المرات بعض الاشكالات تقراوها الصحافه، لا هذه كتقرا الصحافه، هذا هو النطق ديالها اللي صحيح. يعني هنايا ما عندناش حتى شي وحده في دوك القواعد، يعني عندنا الاسم مختوم بالتاء، يعني كنحيدو تاء التانيث وكنضيفو الياء وكنديرو كسر ما قبلها، يعني الاجابه اللي صحيحه هي الصحافي، يعني الاجابه هي حرف الباء. ودابا ندوزو الامتحان الموالي، ودائما يعني اللي عنده شي تساؤل يديروا لنا في التعليق وان شاء الله نحاولوا نجاوبوا عليه. ندوزو الامتحان الموالي. بالنسبه للامتحان ديال دوجانبير دوره 2018 فالسؤال كان في رقم 20، يعني راه نفس السؤال اللي كان في الامتحان ديال 2017، يعني ديال الكلمه ديال بديهه، يعني هنايا غنشوفوا غنلقاو نفس السؤال، يعني راه نفس السؤال وحتى الاختيارات راه داروا نفس الاختيارات فقط تبدلوا لهم يعني الاماكن. وهذا السؤال يعني راه شرحته في الامتحان ديال 2017، يعني الاجابه الصحيحه هي غادي تكون جيم بدا تكون عندنا فتح العين وكسر ما قبل يعني هذه الياء المشدده، هذا هي الاجابه اللي صحيحه. يعني غادي نحذفوا الياء وغنحذفوا التاء وغادي نضيفوا يعني فتح العين و نضيفوا الياء المشدده يعني ياء النسبه وكسر ما قبلها، يعني بدا هي اللي صحيحه. يعني وهكذا كنكونوا وصلنا لاخر ديال الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، رغم ان الفيديو ديال اليوم يعني ما قديتوش بديك الطريقه، يعني يكون منظم بديك الطريقة ونكتبوا يعني كامل القواعد، ولكن كنتمنى إن شاء الله تكون وصلت الفائدة. وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.